مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بناء على طلب كل من فلسطين والأردن، وذلك لمناقشة تبعات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة غرب اليمن. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان يعلن أن عدد المتشددين الفرنسيين الذين ما زالوا في سوريا والعراق يناهز 500 إرهابي. الحوثيون يعتزمون قطع الإنترنت عن اليمن بهدف عزله. في أخبارنا المنوعة، آيفون تعتزم طرح بطاريات بشكل حرف L وسعات أكبر. فيسبوك تضيف البث المباشر والدردشة الفيديوية إلى الألعاب الفورية. باحثون يعتزمون إرسال خلايا أعصاب الإنسان إلى الفضاء.